مواطني الأحباء، اليوم صباحا وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة. اليوم نهاية مهمة، مش نهاية عدل، واليوم مش وداع، اليوم لقاء كبير، رجعنا من الحجر إلى البشر. اليوم عم شوف فيكن كلكن رجال مقاومة، أغلبكن كان معي بالمعركة الأولى، وبعدين الطلاب والرجال والجميع ما خافوا من البندقية ولا خافوا من الحبس ولا خافوا من العصا، ضلوا يمارسوا المقاومة حتى رجعنا إلى الوطن يلي دفعنا عنه، دفعنا حقه الدم. أنتوا رفاقنا في الصعاب، في الفرح وفي الحزن. انتوا معي وانا معكم، اليوم نهاية مرحلة، ولكن في مرحلة تانية، لاني تركت خلص انتهت هالمرحلة هيدي، ولكن المرحلة التانية فيها نضال، نضال قوي. تركت وراي وضع بده نضال وبده شغل حتى ننتهي منه. كلكم بتعرفوا كيف حال البلد، كيف مسروق بخزانته، مسروق ببنك المصرفي، مسروق من جيوبكم. وهيدا عمل بده مواقف، بده جهود حتى نقتلع الفساد من جذوره. شوفي صار عندنا دولة مهترية، كل مؤسساتها صارت خرفيش، ما عاد لها قيمة، لأن المنظومة الحاكمة كلها استعمرتها. القضاء خاصة ما بقى يشتغل، ما بقى يحصل حقوق الناس، كله خايف من شو؟ من عصا. كله خايف من شو؟
خايف من اللي عم يدفعوا له. انعمل تحقيق قضائي سبق التحقيق الجنائي. التحقيق هيدا لقى الجرائم المالية من كل نوع موجودة بالتحقيق، وأعد الادعاء وأرسلوا للنيابة العامة، فلم يصل إلى المحكمة. شو بدنا نقول؟ أسكان كل الجرائم المالية مرتكبة حاكم المركز حاكم المصرف المركزي، ما قدرنا وصلناه للمحكمة. مين حاميه؟ مين شريكه؟ كله بالمنظومة الحاكمة من 32 سنة وصلونا لهالحالة هيدي. البلد حتى يعيش بده إصلاح، بده يخلص النفزين يلي شلوا القضاء، وقفوا التحقيق الجنائي بما يتعلق بالمرفأ. ضحايانا أبريائنا محبوسين أيضا. لماذا؟ لا، لأنه الرئيس مجلس القضاء الأعلى ما بده يعين قضاء ينظر بقضيتهم. والقاضي الأخير كان سميرندا نصار، وقت اللي أخذت الأصوات الكافية لتعيينها قام يصرخ وما كان يعمل محضر الجلسة وفل منها. أنا إذا بدي عين بعين عزوي. هيدي نموذج من المسؤولين الأول في الدولة. هيدا القضاء، وبقيوا الأبرياء في السجون أو المشتبه بهم بالسجون، ما حدا أقر وضعهم. لو تحاكموا يمكن كان أقل من نصف العقوبة يلي عايشينها هلا. فإذا هيدي مسألة خطيرة جدا، لأنه أي دولة بتقوم على عمودين أساسيين. العمود الأول هو الأمن، والعمود الثاني هو القضاء. للقضاء العمود الأول ما عم بحاكم 22 دعوة جرمية بما يتعلق بالرشوة، رفعوا من قبل الجمهورية إلى النيابة العامة تمييزية، وحولوا إلى المحاكم. صار لهم شي سنتين ثلاثة ما عرفنا وين صاروا،
ولا صدر فيهم ولا حكم. كيف منا نأمن إنه هالمسؤولين الموجودين حالياً بدهم يعمروا دولة؟ يمكن هالمتهمين بالفساد هن جماعتهم، لا بدهم يلاقوا حماية. لكن لو كان الحاكم صالح كان أوان بيحكمون، ولكن لأنه بيخصوه ما بيحكمون، بيطلع بريء دائماً وكأنه الدعوة جاي اعتداء عليهم. والدعاوى فيها أوراق ثبوتية، مش دعوة خيالية انتقامية. حكمنا اليوم صار حكم سأري، منه حكم عادل، والسأر مش عادلة، السأر جريمة بالحكم. نحن هلأ بدنا ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية فيها تعب، لأنه ما ممكن ولا بشكل نهدأ قبل ما نخلص من هالعذاب المفروض علينا، نسحب شيل هالوطن من الحفرة العميقة اللي وضعوه فيها. وما راح يطلع لبنان من هالجورة الكبيرة إلا بما عملنا هالاتفاق لرسم الحدود البحرية. هيدا الموضوع بيسمح لنا إنه نستخرج ثروة الوطنية اللي هي النفط والغاز، وهيدي وحدة رح بتعطينا الرأسمال الكافي لإنقاذ لبنان من الوضع السيء يلي فيه حالياً بهالمرحلة. ولكن نحن هلأ مجتمعين حتى نتلاقى نحن وياكم، اشتقنا لكم. ليه هن عم بيحاربونا؟ لأنه في تحقيق بيوصلن على المحاكم. السرقات في المال العام وفي جيوبكن أكبر جريمة مالية بترتكب في العالم. كان في إمكانية نخفف الخسارة لو إنه انعمل الكابيتال كنترول يلي ما سمح، كان ما كان بيسمح لتهريب الأموال إلى الخارج، ولغاية اليوم بعد ما انعمل لحد ضل يسمح للأموال تطلع لبرا. كل الجرائم ارتكبتها السلطة بالأول، لأن هن اللي سرقوا الأموال، هن اللي أخذوها، وهن اللي هربوها. كل المودعين اليوم خسرانين، وخاصة صغار المودعين يلي هن أكبر حجم من الشعب اللبناني. فإذن بدنا نلتقي بأوقات مختلفة عن الآن، ولنشوف ردة الفعل على ترسيم الحدود، لأنه هيدا بدلنا على جدية تمام.
وانا نشوف اذا بيتعين رئيس للمجلس للصندوق السيادي، لانه هيدا لازم يحفظ اموال النفط والغاز يلي قسم منه لازم يروح للانماء، وقسم منه لازم ينحفظ للاجيال الطالعه، لان لهم حق فيه، ما لنا حق نستخرجه كله نصرفه هلا. وهيدي تجربه قيد التنفيذ حاليا، هيدا التدبير الوحيد يلي بحافظ على الاموال، اموال الشعب هالمره، وانتم بدكم تحموها، ما حدا بيحميها غيركم. عشتوا وعاش لبنان.